الله العظيم سبحانك ربي العظيم سبحانك معجزة سيدي ربي خلاتنا ضحيايا هاد الليلة والسنة دي زين واخا دي مقيد وما وجيت الفلوس الله العظيم بعد مأساة زلزال المغرب حدثت ظاهرة غريبة لم تكن في الحسبان فاجأت الجميع بعد ظهور سلسلة ينابيع وشلالات مياه كانت مختفية قبل عقود طويلة في هذه المناطق التي ضرب فيها هذا الزلزال وانتشرت فيديوهات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي توثق ظهور شلالات جوفية وينابيع مياه من منطقتي سوس والحوز عقب الزلزال الذي ضرب مناطق في المغرب وتناقلت العديد من المواقع والقنوات الأخبارية التي كانت مفاجئة جدا حتى بالنسبة للعلماء بحيث أنه قبل الزلزال كانت هذه المناطق تعاني من جفاف كبير وندرة مياه كبيرة جدا وسبحان الله بعدما ضرب هذا الزلزال انبثقت عيون وشلالات في هذه المناطق وظهرت منابع مياه جديدة لم تكن من قبل كما أحيا هذا الزلزال منابع مياه كانت مختفية لمدة طويلة جدا سبحان الله العظيم سبحانك ربي العظيم سبحانك معجزة سيدي ربي خلاتنا ضحيايا هاد الليلة والسنة دي زين واخا دي مقيد وما وجيت الفلوس الله العظيم هو شوف غير كي سيدي ربي من بعد الزلزال اللي غادي تقام أثر ومن يا هاتي ها أثر ومن اللهم بارك هاتي فوهم هاتي ها أمان أثر ومن هاتي فوهم سبحانك مولانا هاتي ها سبحانك يا عظيم ها غير كده كان يجزري الزنزال يفلد الخان مولانا ها شلالة قرى برمان دائمين ولون ساعات قليلة فقط من وقوع الزلزال زلزال المغرب الذي هز أنحاء متفرقة من البلاد وكانت بؤرته هنا في إقليم الحوز بعد ساعات قليلة من وقوع هذا الزلزال الكارثي وقع شيء مثير للاستغراب وهو تدفق وتفجر عيون هذه العين في الطريق إلى مراكش ولا تبعد قليلا أو لا تبعد كثيرا عن منطقة الزلزال أو الحمد لله نتمنى أن يكون المقطع قد نال أعجابكم وإن أعجبك هذا الفيديو من قناتك لو تعلم لا تنسى الاشتراك في القناة دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك لكي تعم الفائدة وشكرا لك على المشاهدة.